كمان حلوة. ايه خلاص. شو هيدا؟ عم وجهك بقى لقابل الاغراض ها؟ شو هيدا؟ عم اكل الدهر عليه وشاري ببيرو. هلا محسوب علينا ككائنات بشرية ولا ثدييات ولا شو؟ سواحي؟ انت منين عمي؟ راس بيرو. مين غير يحيى جابر بيمشي عكس السير؟ من غيره قادر يروي تاريخ لبنان بمرارة أحداثه وينجح برسم ابتسامي على وجوه المشاهدين. بعد نجاح بيروت طريق الجديد نقلنا الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر بعمل مسرح جديد بيروت فوق الشجرة يلي عم يبدأ عرضه على مسرح تياترو فردان. نقلنا إلى العام 1969 بتحولاته السياسية الكبرى من خلال شخصية فؤاد المركبة من عشرات الهويات يلي تلاقت ببيروت خلال نصف قرن من الزمن. هون اجوا اخواننا الشيعة والموارنة كانوا بعدهم واصلين النطيع هيك وصفوا قالوا خلونا ما نتدخل ما نتدخل. قعدوا هيك وعملوا جوقة. قوموا شوفوا هالعلاقة بين التركي ويوناني. قوموا تعال نعمل جوقة والسجل باللبناني. قوموا تعال نعمل جوقة والسجل باللبناني. هي فكرة مستوحاة من أبي فوق الشجرة طبعا لحبيبي عبد وحبيبتي نادية و وميرفت ميرفت امين يعني. فانطلقنا الفرضيه حول 1969 عرض الفيلم وكان في 57 بوسه يومتها هذا الفيلم. فراقبت منيح ب 69 صار في اتفاقيه القاهره تشريع العمل المسلح. بهذيك السنه كمان تم انتخاب لاول مره مجلس اسلامي شيعي اعلى سمعت الامام موسى الصدر. وكمان القذافي عمل انقلاب وكمان ب 69 صار في كمان ما يسمى انتخاب رئيس جمهوريه بعد سنه اسلامي فرنجي. حلو 69 69. اذا بناء على ذلك بيروت فوق الشجرة. المهم أنا كنت مبسوط كتير بين إيدين النسوان ما من أي لأي من حضن لحضن ومن ركبة لركبة ومن رقبة لرقبة ومن بوسة لبوسة من أي لأي من حضن لحضن فؤاد يلي جسد شخصيته الممثل زياد عيتاني هو حكواتي عصري ودونجوان زمانه. قدر من خلال علاقاته الغرامية المتعددة انه يروي جزء من تاريخ لبنان من الانتداب الى الاستقلال الى حركة امل وكمال جنبلاط والمقاومة وكتائب الصيف ونجات البسطة ومن النكسة الى العبور. وبمشاركة موسيقى جمال عبد الكريم استرجعنا محطات من عبد الحليم حافظ الى الموسيقار عبد الوهاب وام كلثوم والسيدة فيروز. ليلي ليلي يا عيني ليلي تصار ليلي ليلي يا عيني دمع السار. طبعا فيها كتير انه عن بيروت زمان بس فيها كتير سياسة بطريقة مبطنة مرقة بالعلاقة النسائية يعني هي وبعده عمل مثل ما أقوله متواضع للجمهور يعني مثل بيروت طريق جديدة ما حدا جايب رسائل كبيرة عم بفيت على العالم من فوق. لا جايبين الشارع قصصنا حياتنا ونقدمها للعالم لننبسط ونفرح وبدون كل هالشعارات والمعاني يعني. وبعد بسكر هيدا النهار اللي رحنا فيه على السينما حضرنا فيلم اشتهر كتير بوقتها اسمه غزل البنات. قاعدين هالنسوان بالسينما هيك عندياتي وحاطين هالفوق والفسطه وهيك ويفقر ويبلشوا شايفة الليلة مرات شو عاملة فيه لجيب الريحانة بالفيلم يا لطيف كيف عم يبكي لك وعبد الوهاب عم يضق الله. بس على قليل يا الله انه ليلى مراد طلعت يهوديه. يحيى جابر مسرحي غير تقليدي باحث عن كمشه فرح تحت اطنان الانتكاسات والخيبات. وبليله تياترو فردان الاولى قدم مسرحيه بيروت فوق الشجره نص واخراج دون تطريز سهل ممتنع كتحيه الى بيروت مثل ما بيحكي الحكواتي فؤاد فيها بينطوي عوالم الشرق والغرب ومفتاح الفرح تنثروا وين ما كان. نزرع ثبغ من زرع
رعشت له شو بدنا بالبيروتي حلو روم وصنا نزلوا قتلوا يا تبغاتي لا تموتي قوموا بدنا نعمل جواب الزجل ما